مسرحية النمس التي قدمها المسرح المفتوح اليوم والمأخوذة عن رواية هوتماروك للكاتب والإعلامي المغربي عدنان ياسين، وهي تتم لسلسلة ثلاثية لمشروع آل على نفسه المسرح المفتوح للرباط، إلا أن يأخذ بزمن المبادرة ويحاول مسرحة الرواية المغربية. مسرح نفس السنة الأولى شجرة خلاطة للكاتب المغربي ميلاد الشموم، السنة الثانية مسرحنا روايتها لعبة نسيان ورأة نسيان للكاتب المغربي والشاعر محمد برادة. هذه السنة جاء الدور على مسرحية أو رواية هوت ماروك كما أسلفت للكاتب المغربي عدنان ياسين، إطار انفتاح المسرح المفتوح على تجارب مختلفة، سواء بالنسبة للمخرجين، سواء بالنسبة للممثلين، سواء بالنسبة لكل عاملين في القطاع ديال عمل مسرحي. نتمنى صديقين إن شاء الله أن نكون اليوم ها هنا بمسرح محمد الخامس، قد قدمنا عرضا نال استحسان الجمهور الذي حاضر بكثافة، ونشكره على هذا الحضور وهذا التجاوب الذي حقيقة يسعدنا، ويمكن هذا هو ما يمكن أن يدفعنا إلى مزيد من العطاء وإلى الاستمرار في ظل طبعا مجموعة من الإكراهات، ولكن حضور جمهور هو دعم أساسي ودعامة أساسية بالنسبة للمسرحيين. شكرا لكم أيها الجمهور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ. اليوم عندنا العرض السابع اللي غادي يكون في المسرح الوطني محمد الخامس. هذا العرض غادي عنده نكهة خاصة. مسرحية النمس اللي كنقوم فيها بعدة أدوار مع الفنان الجميل عبد الله ديدان، والنمس اللي هو السي حسن مكيات، اللي تحت لي الفرصة أنني نشتغل معهم لأول مرة بعد سنين ديال الصداقة، وكذلك التقينا في السينما وفي التلفزيون، ولكن لأول مرة على خشبة المسرح مع المبدع أمين ناسور اللي فت اشتغلت معه، وهذه التجربة الثانية. وإن شاء الله هذه المسرحية طرق الجمهور المغربي والجمهور ديال اليوم ديال الرباط. المسرحية يعني ما نشكرهاش، نخلي الجمهور يحكم عليها، ولكن العمل فيها فيه تلوينات جمالية وكذلك فرجوية اللي تخلي الجمهور أنه يخرج شبعان. مرحبا بكم في مسرحية النمس. مسرحية النمس هي في الحقيقة يلا البداية، هي إنتاج 2019-2020، كتدخل في إطار توطين الفرق المسرحية اللي كتقوم به وزارة، اللي كتدعم وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة. المسرح المفتوح عنده توطين في مدينة القنيطرة، قدمنا ثلاثة العروض في مدينة القنيطرة، عرض في الرباط وكذلك عرض في مكناس وعرض في سلة الجديدة، واليوم حنايا إن شاء الله في مدينة الرباط، وإن شاء الله غادي يكون عروض أخرى وعروض أخرى خلال هذا الموسم ديال 2019-2020. لا كلاس
يفوتنيش نشكركم على التغطية الإعلامية وتواجدكم معنا، سانو في انورميمون بليزير، ميرسي بوكو. كنشخص الدور ديال حسنية، هي مراقبة حسنية القنفودة، واحد البيرسوناج كي تري تري موش في الكومبورتمون ديالها. يعني هي كتلبس الفوال على اساس انها انسانة متدينة، باغ كونطخ لا لا، هي راه ما عندها علاقة بالدين. نتوما تشوفوا البيرسوناج كيف داير، زعما فيولغير، الهضرة ديالها خايبة، تقدر تضحك في وجه الناس الا راجلها ما تضحكش في وجهو كاع، خانقه بزاف، ولا هو ديجا شخصيته ضعيفة وزادت ولات شخصيته اضعف من يطغات عليه لادام مع السن نمس اللي كيشخص الرول ديالو سي حسن ميكيات. وبالمناسبة كذلك ما يفوتنيش نوجه لهم تحية، الممثلين التقنيين الإداريين وعلى رأسهم أمين ناسور، سعيدة جدا أنني كنشتغل وسط منهم، كنحس براسي كنتلمذ على يديهم أكثر وأكثر، وكنزيد نتعلم شي حويجات اللي كيعطيوها لك بجينيروزيتي، يعني ماشي من لو جونغ اللي كيخبي عليك لانفورماسيون ولا كيبخل عليك بالسوتيان، نو ابسوليمون با، بالعكس كيعاونوا، يضحكوا في وجهك الا بان لهم شي رمارك كيعاونوا، انت اللي عطيتي شي رمارك كيتقبلوها. يعني صراحه كنحس براسي وسط اسره، انا جديده عليهم في الفرقه، اول عام غادي نلعب معهم، ولكن كيجيب لي الله بحال هذا ثالث عمل ولا رابع عمل، ومن طبيعه الحال لبي الدعوه في اي لحظه، لان امين مني اختارني وبيان سور كيشدك لو ستريس، لان معاك سميات كبار عندهم باع كبير ما شاء الله عليهم في المسرح، سميات عندهم جمهور، فمني كتجي وسطهم كيبقى هذاك لو ستريس، زعما اسكو جو سوي على هوتور ونو. فبلو سوتيان ديالهم بيان سور بالكادراج ديال امين، حسيت براسي بصح وسط صحابي وعائلتي. شكرا للمسرح المفتوح، اداريين تقنيين ممثلين دو ا ا زي سون اكسبسيون، والله سان في انورميون بليزير نكون معكم، ومره اخرى شكرا للموقع. بالنسبه لسينوغرافيا العرض، مسرحيه النمس هي سينوغرافيا رمزيه وكذلك مختزله جدا. الفكره ديال السينوغرافيا ما تبازاتش اكثر على العوالم ديال النص، ولكن تبازات على الفكره نفسها ديال انه اشتغال على الفيرتوال، على العالم الافتراضي في علاقته بالمجتمع ديالنا. فكانت مجموعه ديال النوافذ، يعني مجموعه ديال الاطلالات، وكان هذا الاشتغال بالضبط ديال اننا وكاننا كنطلعوا على عوالم كثيره من نوافذ كثيره، فكانت بهذا الشكل، بحيث انه ما كنلقاوش في فوق الخشبه ايحاءات او احالات لعوالم مراكش اللي كاينه في الروايه ديال ياسين عدنان او اللي كاينه في النص اللي ادابته سي بن هدار، وانما كنلقاو نوافذ رمزيه كيف ما يعني كتجاوب كذلك مع رؤيه المخرج امين ناسور اننا نديروا عناصر ركحيه كتكامل مع لعب الممثلين وكتعطي صور يعني متكامله وبحموله واحده، يعني او بحمولات متوازيه باش ما كيكونش واحد النشاز. فهذه الفكره ديال السينوغرافي عموما.